نمسي عليكم من خلال هذه اللحظة اللي نتواجد فيها فعلا من خلال هذا المعرض. يعني لو نقول نلتقي بالأحباء، منهم يعطون لمجالهم الكثير بكل ما يحملون من قوة وإبداع وإنجاز، والجميل جدا أن احنا نجد حالة نادرة في الكتابة من خلال الأدب في الرعب تحديدا. الأستاذ المهندس والكاتب عبد الوهاب السيد الرفاعي، سعيد بتواجدك وحياك الله معنا. الله يسلمك وحيك، يا هلا ومرحبا. في البداية ودنا نعرف يعني الأجواء في المعرض والإقبال تحديدا من القراء القطريين بالنسبة لك. والله الأجواء رائعة، المعرض جميل. أنا يمكن حضرت أمس، أول يوم كان لي أمس، واليوم ما شاء الله مو ملحقين نقعد من الزحمة اللي علينا بالجناح الحمد لله، والزحمة اللي بالمعرض بشكل عام. يعني جديدك هذا العام إصدار الصندوق الأسود للبنات، دائما يعني إصداراتك فيها غموض، دائما قريبة من الشباب تحديدا. صحيح. من الجنسين. فلو نتحدث، لو تفضل هذا الكتاب ملاذ ونتحدث عنه. نعم، ملاذ كتاب فيه من الحس البوليسي والحس الغموض والإثارة، يعني هو مثل ما يسمونه باللغة الإنجليزية psychological thriller، الرعب النفسي. غريب الكتاب شوية، عبارة عن جلسة نفسية، دكتور نفساني يتكلم عن أغرب الحالات اللي مرت عليه. هذا يمكن أول ظهور له في معرض الدوحة، وما شاء الله الإقبال كبير عليه الحمد لله. من خلال هذا الإقبال نجد أن يعني سطورك دائما ما تكون مختلفة في كل إصدار، يعني تضيف لمسة خاصة وتعطي فعلا حقه. يعني لو نتحدث عن من أين يستوحي هذه الأفكار الكاتب عبد الوهاب السيد الرفاعي. والأمانة صعب أن أي كاتب في الدنيا يحدد مكان واحد يأخذ منه أفكاره. الأفكار نتاج قراءاتك، نتاج خبراتك في الحياة، نتاج أمور كثيرة. يعني دائما أقول كل قارئ يتحول مع مرور الأيام إلى كاتب، فأنا أقرأ من عمر 10 سنوات يعني، فلهذا السبب في النهاية طلعت معي حصيلة الكتابة أني أنا أكتب. يعني بين حالات نادرة كأربع أجزاء والجانب المظلم ومتحف الأرواح تتعدد العناوين، إلا أن هناك رسالة، فرسالتك من خلال الكتب اللي حاب توصل للعالم شنو بالضبط؟ رسالة دائما للشباب الخليجي. الأمانة أحاول قدر الإمكان أني أنا أصنع قدوة في مجتمعاتنا الخليجية. إحنا دائما أقول إحنا نستورد كل شيء، حتى القدوة مع الأسف نأخذها من برا، فنحاول نحن نصنع قدوة من مجتمعاتنا. أنا أفرح كثير لما يجي لي قارئ أو قارئ أو يقول لي أنا قررت أني أدرس طب لأن بطل قصتك يدرس طب مثلا، أنا أعتبر هذا هو النجاح للأمانة. وأخيرا نأخذ رسالة، كنا نجد هذه الفترة العديد من الكتاب وتحديدا المشاهير متواجدين على هذه الساحة الأدبية، رسالة منك لمن هم موجودين على هذه الساحة لأول مرة. هما رسالتين مو واحدة للأمانة. الأولى لا تستعجل الشهرة، والثانية اقرأ اقرأ اقرأ، القراءة هي اللي تصنع منك كاتب ناجح. مثل ما يقول ستيفن كينغ رائد أدب الرعب في العالم، الطريقة الوحيدة اللي تكون كاتب ناجح تقرأ باستمرار وتكتب باستمرار. ولضيق الوقت سعيدين جدا بتواجدك ونراك على خير إن شاء الله. إن شاء الله، كل الشكر لكم. فعلا يعني فتحت مؤلفاتي أفاقا جديدة في منطقة الخليج، ويقرأ لمن لا يقرأ ويحاول فعلا يكتب على الوتر الحساس جدا. كل التحية له، وكل التحية لكل كاتب يترك الرسالة. شكرا، نراكم على خير.